بس كده بحاول اشرح الفيديو اللي انا صورته في ميدان طلعت حرب والعمارة طبعا المشهورة من معالم وسط البلد، عمارة ميدان طلعت حرب. اولا بس كنت عاوز اقول الفيديو ممكن تحس كده او وانت بتتفرج متوتر ومش عارف ايه والكلام ده كله، لكن لا يعني ده اول فيديو والمفروض ان انا بفلوج فيه، بس التوتر ده امر طبيعي. يعني اول فيديو معانا في القناة ان شاء الله. انا بعمل فيديوهات طبعا، كنت في فيديو تاني على القناة كنت معرف ان القناة هتبدأ ازاي وهنعمل فيديوهات عن ايه وكده، بس تعالى اديكم نبذة كده سريعة عن موضوع القناة وانا ليه بدأت القناة. اولا انا بدأت القناة لعدة اسباب. اولا كنت بتكلم على طول مع اصحابي، يعني انا عندي اصحاب كتير جدا اجانب، فلما باجي اتكلم معاهم مثلا عن مصر وفي حاجات كتيرة جدا ومعالم اثرية وميادين وحاجات كتيرة جدا مشهورة عندنا، تقريبا هما ما كانوش يعرفوا غير الفراعنة والاهرامات وتقريبا كم معبد كده، ده مش كلهم يعرفوا المعلومات ديت، يعني ده قليل قوي اللي تلاقيه عارف توتال ده كده يعني. فانا حبيت ان انا مثلا ايه يعني ابدا فيديوهات واعمل فيديوهات عن اماكن جوه القاهره ان شاء الله، يعني انا بتكلم عن القاهره وبعدين كده في المستقبل كده احتمال ننتشر في جمهوريه مصر العربيه، فبس حاليا انا بحكي عن القاهره وبحكي عن أماكن ممكن تخرج فيها، أماكن فيها معالم أثرية، أماكن فيها قصص معينة ممكن نروح ونحكي القصة فحبيت إن أنا كده إيه يعني بدل ما أنا ما أصور لهم حاجات وأبعتها لهم وهم يشوفوها، لأ في حد منهم قال لي ما تعمل دوت عن طريق فيديو وإن أنت تعمل مثلا فلوجز وتقدم فيها المحتوى دوت والكل يشوفها، فكان قدامي كام عقبة كده في الموضوع ده، بس بصراحة تشجيع كام شخص دولت يعني خلوني ان انا ابدأ فعلا اصور واعمل فيديوهات، فقلت كده لازم يعني شوية اساسيات في الاول. كنت في الاول هبدأ القناة واتكلم انجليش، بس بعد كده انا غيرت الموضوع ده، فكرتي انا ديت بالذات يعني او انا اللي فكرت في الموضوع ده، قلت لا انا هتكلم مثلا عربي او العامية المصرية بتاعتنا ديت وهترجم الفيديوهات بحيث ايه ان هي اصدقائي يقدروا ان هم يفهموا الفيديو او يقدروا ان هم يكونوا فاهمين انا بتكلم عن ايه، عشان انا برضك لما بدأت ان انا هعمل فيديوهات قلت لا انا مش هتكلم انجليزي لان انا مش عاوز ان انا اطلع مثلا فيديوهات بالانجليش او اعمل فيديوهات بالانجليش، لا انا عايز الكل برضك يستفيد، في ناس كتيرة جدا عايشة في القاهرة يمكن حاجات كتيرة جدا ما تعرفهاش، فقلت لا لازم انا ابدأ ان انا اتكلم بالعربي واعمل فيديوهات بالعربي، ولقيت موضوع الترجمة على اليوتيوب دوت سهل جدا ان انا ممكن اترجم الفيديو بحيث ان اصدقائي يقدروا يفهموا مثلا اللغة اللي انا بتكلم بيها او عن طريق الترجمة اللي هتبقى على الفيديو، وان هم برضك ناس غيرهم او ناس برضك من مصر يقدروا ان هم يشوفوا الفيديوهات ويقدروا ان هم يستفيدوا بالموضوع ده. يلا بينا النهارده طالعين خدتهم كده معايا مشوار، عرفتهم على شوية حاجات ويلا نتجه على البيت.
اول ما خرجت من البيت. طبعا انك تمشي بالشارع او ماسك مثلا كاميرا وبتصور وكده، فده معضلة كبيرة جدا، لدرجة ان واحد من سواقين التكاتك كده لقيته بص لي كده، ايه ده؟ فطبعا انت لو قعدت تاخد بالك بقى من كل شوية واحد هيبص لك، وانت بتعمل ايه؟ ده بيكلم الكاميرا، ده مش عارف ايه، مش هتصور او مش هتعمل حاجة. فحاول ان انت تبقى بطبيعتك كده، يعني ده اللي انا كنت بحاول ان انا اعمله. اولا طلعت من المترو، خدت بعضي ومشيت لحد ما وصلت اول بداية شارع طلعت حرب، كان عندي دار القضاء العالي. المهم خدت الشارع كده لحد ما وصلت الميدان. طبعا الشارع طلعت حرب كلنا عارفينه، كلنا عارفين الناس اللي بتبقى شغالة هناك أو اللي بتبقى تبع محلات وبتديك كروت وبدل، وده كارت المحل وده كارت مش عارف ايه. المهم يعني معرفتش أصور حاجات كتيرة بسبب الموضوع دوت، وإن كل شوية واحد يطلع يقول لي يا باشا خد كارت واحنا عندنا بدل حلوة وفي المحل وفي خصم، ولو انت عاوز حاجة قول لي وانا اجيبها لك. المهم يعني في الحتة ديت وفي حتت كتيرة كده وانا ماشي معرفتش اصورها بسبب الموضوع دوت، لحد ما وصلت للميدان. المهم تعالوا نروح كده نشوف الفيديو وقولوا لي ايه رأيكم، ولو عجبكم الفيديو دعموني كده عشان إن شاء الله نستمر. دلوقتي بعد ما خلصت المشوار السري هنروح على شارع طلعت حرب عشان أوريكم الميدان. يلا مساء الخير، رجعنا تاني. دلوقتي الشارع طلعت حرب السينما، خلينا نديكم شوية معلومات عن الشارع دوت. الشارع هنا أكتر حاجة بتميز طبعا غير اللعبة والمربيدات، كل المحل يعني أشهر حاجة فيه هنا هي طبعا ميدان طلعت حرب. معلومة للي ما يعرفش طلعت حرب ده كان ايه او عمل ايه، فطلعت حرب هو مؤسس بنك مصر هنا طبعا في الشارع دوت زي ما انتم شايفين كده. هلا هو مبنى ميدان طلعت حرب. تعالوا نشوف دلوقتي احنا وصلنا الميدان طبعا تمثال بتاع طلعت حرب. الميدان هنا جميل جدا وموقعه مميز جدا في العمارة دي، العمارة بتاعت ميدان طلعت حرب. العمارة ديت من أشهر معالم وسط البلد. وتعالوا أديكوا فكرة كده عن أول مسار. صديق الدكتور أكرم وبترا وصديقي الصدوق مارلين، وعاوز أشكر كمان فاني
الاربع اشخاص دولت هم السبورت مي اللي بيدعمني، بيدعموني بشكل كبير جدا. وطبعا عمر اخويا هو اللي بيقعد يصور معايا بس بيقرفني، بس ما علينا. عايز اشكرهم فعلا، لان دول اكتر ناس بتدعمني ان انا اعمل فيديوهات وان انا اعمل حاجة. وعاوزكم كده تشكروهم تحت، وليهم مني كل شكر وتقدير. والسلام عليكم. عاوز اقول بس حاجة اخيرة في اخر الفيديو، هسيبكم مع عزف لحد بيعزف بالجيتار جامد جدا، وهو من اعز اصدقائي. هو حاليا بعت لي دقيقة وهو بيعزف، سجلها وهنزلها لكم في آخر الفيديو. يا ريت تتابعوها، ولو عجبكم يا ريت تسيبوا له كومنت كده وتقولوا له استمر، هيعجبكم إن شاء الله. السلام عليكم.